السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الخاص بتحويل إحداثيات الجغرافية من الدرجات الدقائق والثواني إلى الدرجات العشرية، أو العكس، من الدرجات العشرية إلى الدرجات والدقائق والثواني. إذن فنعلم أن 60 دقيقة تساوي 1 درجة، أو 1 درجة تساوي 60 دقيقة، وأن 1 درجة تساوي 3600 ثانية. فبالنسبة للتحويل، لدينا الدرجات العشرية تساوي، يعني التحويل من درجات دقائق ثواني إلى الدرجات العشرية، فالدرجات العشرية تساوي الدرجات، يعني دون أي تحويل، زائد الدقائق مقسومة على 60، يعني نحولها إلى الدرجات، ثم الثواني مقسومة على 3600، أي الثواني نحولها إلى الدرجات. وبالتالي يعني بعد توحيد الوحدة، وهي تحويل كل من الثواني والدقائق إلى الدرجات، نقوم بجمع هذه القيم الثلاث فنحصل على الدرجات العشرية. مثال: لدينا 34 درجة، 52 دقيقة، 18 ثانية. لتحويلها لدينا في الدرجات العشرية، إذن في الدرجات 34 تبقى دائما 34، زائد 52 التي هي الدقائق مقسومة على 60، زائد 18 مقسومة على 3600. إذن النتيجة تصبح كما يلي: 34 زائد 0.86 زائد 0.005، فتعطينا النتيجة التالية: 34.87 أجزاء عشرية. أما في حالة ما إذا أردنا التحويل العكسي، أي تحويل الإحداثيات من الدرجات العشرية إلى الدرجات والدقائق، فنعلم أنه نفس القاعدة لا تتغير، يعني 1 درجة تساوي 60 دقيقة تساوي 3600 ثانية. وعلى هذه القاعدة نقوم بعملية التحويل. فبالنسبة للتحويل يتطلب الأخذ بالأعداد الصحيحة في بعض الحالات. فمثلا لدي الدرجات تساوي العدد الصحيح للدرجات، الدرجات العشرية، ثم الدقائق تساوي العدد الصحيح في الدرجات العشرية ناقص الدرجات التي حصلنا عليها من قبل مضروبة في 60. بالنسبة للثواني تساوي العدد الصحيح، عفوا، تساوي يعني ما تبقى من القيم السابقة مضروب في 3600. مثال حتى يتضح الأمر ويكون الأمر واضح ومفهوم، نأخذ القيمة التالية: 34.87166، يعني عدد طويل. بالنسبة لهذا المثال سنحوله إلى الدرجات والدقائق والثواني. فالدرجات تساوي العدد الصحيح من الدرجات العشرية، وهو 34. هنا تبقى لنا 0.8716، يعني عدد طويل. فهذا العدد المتبقي نقوم بضربه في 60، ثم نأخذ العدد الصحيح منه، فهو كالتالي. إذن يصبح بعد ضربه في 60 يصبح 52.30، وبالتالي نأخذ 52، ثم بعد ذلك نحول ما تبقى إلى الثواني. كيف ذلك؟ أي نقوم بطرح الدرجات، ثم
الدقائق مقسومة على 60 مضروبة في 3600. هناك طريقة سهلة، بدل ما أنني أحول الثواني إلى الدرجات مباشرة يعني بهذا الشكل، ممكن هنا أن أقتصر على هذه الطريقة. يعني كل من الدرجات تأخذ العدد الصحيح بالنسبة للدرجات العشرية، ثم بالنسبة للدقائق يساوي ما تبقى من العملية السابقة مضروب في 60، يعني 2 تعطيني 52. ثم بالنسبة للثواني أخذ ما تبقى وهو 0.30 مضروب في 60، أضربه فقط في 60، ثم يعطيني 18. إذن هذا القيمة، قيمة الثواني. ممكن في بعض الحالات أن تكون لدي الثانية وأجزاء من المئة أو أجزاء من الألف، أحتفظ يعني بالأرقام المتواجدة بعد الفاصلة. إذن فالنتيجة تصبح لدي 34 درجة 52 دقيقة و18 ثانية. آمل أن يكون هذا الشرح واضح، على أمل اللقاء بكم في درس آخر بحول الله تعالى. كان معكم جمال شعوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.